هذيك الصورة دانها نورمالمون في رمضان ماشي هذا اللي داز الاخر، غتكون عندها هذاك العام يعني تكون عندها شي عامين دابا تقريبا عام ونص. الصورة اللي بارطاجيت معها كنا اون بلان كونفينمون، وممكن الارواح ديالنا نعطيك تلاقاو في ديك الوقيته حيت كنت محسن مصلع وطلعت يعني طلعوا داك الشيء بحال كوبي كولي، وبقات كتلوها عتيقه وخا فيها واحد السيكله ديال الوداد وداك الشيء. وكنتفاجئ دابا من بعد عام ونص باش تلاحظ ديك التصويره، كنتفاجئ ان دارت البوز ولا والمغاربه اكزاكتومون. هذيك التصويره اصلا ما كنتش منتظره انها دير البوز ولا دير شي سوكسي كبير، حيت درناها في رمضان اللي فات وتفاعل معها الجمهور المغربي بشكل كبير يعني من ذاك رمضان. ودابا يلا سافوا واخا فاش وصلتك انت دابا وعاودوا الناس تفاعلوا معها، وصلتك مع صحاباتك صحاباتك يقول لك اصحابي كاع اصحابي كيشوفوها في انستغرام تيبقاو يصيفطوا عليا درتي البال درتي دابا كتضوف لي جروب واتساب تيقولوا لي شو شنو شفنا شبه واخا قال واحد الكومونتير سيدي رفيق قال لك كتشبه لي اكثر منه كي لاك هذا الكومونتير قال لك رفيق ولد راسو رفيق ولد راسو زوينين دي كومونتير زوينين. فاش كتشبهي السابع انت بينك وبين بابك؟ فاش كتشبهي بابك؟ في الملامح وصافي راه الملامح ما كل شيء في الانتيريور في وي. واخا علاقتك مع باباك لا لا غير علاقه زوينه وحيت